برافو زيكو زيكو معليش سبع عاش الشيء عدوان برافو رامي سبع مليح هكا مليح رخو مليح برافو برافو مليح يا فيضان ضغط بار شيخ حميد حسن سي حميضان حسن سي حميضان غكاورو غكاورو في برامي باص برامي باص انا سجل تحت شويه دجي كان حسن كان برافو غديروا بريس تما صح خليهم شي يلعبوا لكم مرة واش اسمها واش ما سامع واش ما سامع هاك قاربة حمي قاربة كي واه بحال غنكملوا زكريا هاني شوي تقضي ادم درامي هاني شوي شي عدتو هذا زيد ادم هاكا غيري نسيكو هاكا غيري اي راه بالون معليش كسيس قاعد 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 واش شنو فيه كاس نقول واه اش صارت هذا اللي تاخذ روح معليش مشكو هذا وهاني نقول روح يا مارك حميش ود عاون دغفة ود عاون لا سيكو زيد زيكو زيد زيكو بالون نواب زيد حمي فايو زيكو تقعد صافي زيكو صافي صايح ما عليه شايح لا وا باسوا هاك يا زيكو حسن هاجو زيكو قايو حاب ماش قد قعدت وكيش كزيكو واخا 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 واخا
صافي قيم ذا قيم ذا قيم ذا زيكو زيكو قيم راسنا قيم راسنا حمين حارب حارب لوحة غيري لوحة غيري حسنا حولي زيد 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 كنترول قيم ذا قيم ذا زيكو قيم ذا قيم ذا قيم ذا حسنا حارب حارب ذا حارب اهلا رحمي يا عمات يا عمات يا عمات يا عمات اخويا ديالك والله الا تو ارامي وديريك كاونيس اللي قرا لي ورا رفع لك راه كيعاونك زعما لا وهذا قال لك فوق راه معاك راه معاك ما كتشوفشي ما كتشوفشي انا خصك عاتوش قاغه سامبا اي والله والديني وصافي الجمن غطره كيعاون محمد صصح
الحبشه ويدا عندك الصلاة انا كنت
صافي خليك اجي اجي انا نكون بلعبه دابا صدخلوا واحد دخل واحد شوف انا راني اجي مرضي ارا ديك برا عين وجدت وما هو خلي يحيى سير صافي كيما قلت لفئة الكتاكيت من الدوري الوطني للمرحوم نور الدين اللوزاني في نسخته الأولى بتفوق فريق تطوان سيتي على خصمه أفاق الناظور. ألف ألف مبروك لكل مكونات تطوان سيتي وحظ أوفر لفريق أفاق الناظور في مقابلة نهائي لفئة البراعي. نتشرف بحضور مجموعة من الشخصيات المدنية والرياضية والإعلامية أيضا المحتفى بهم. النسخة الأولى من الدوري الوطني للمرحوم نور الدين اللوزاني ستعرف تكريم لاعبين أعطوا الشيء الكثير لكرة القدم سواء على مستوى المدينة أو على مستوى حيط أبولا. من المحتفى بهم على مستوى المدينة والفريق الأول نور الدين إدريين لاعب سابق لفريق المغرب التطواني ومدرب حالي لعديد من الأندية أحد مدربي نخبة في الهوات، وأيضا لاعب المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة والفريق الأول المغرب التطواني معاذ كرمون، ايضا عائله المرحوم نور الدين اللوزاني واحد لاعبي الذي اعطى الشيء الكثير لحي طابولا عبد الله شقور، اضافه الى احد اساطير حي طابولا والنجوم الذي اعطوا الشيء الكثير سواء لفريق المدينه او لفريق تطوان سيتي، على راسهم اللاعب خالد ادريسي قائد الفريق الاول وحارس الجمعيه الرياضيه مارتين عزيز تيتو. اذا الان سنمر إلى المباراة الثانية وهي مباراة نهائي فئة البراعم والذي ستجمع بين فريق تطوان